أقرت الحكومة بال2020 أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بتاريخ لبنان، والمطلوب تنفيذها بفعالية خلال الخمس سنين الجاية حتى يصير في قوانين أقوى ومطبقة بشكل أفضل، موظفين أكثر نزاهة، شراء عام أقل عرضة للفساد، قضاء مستقل وقوي، أجهزة رقابية مستقلة وفعالة، مجتمع واعي مضاد للفساد، وأنظمة وقاية من الفساد على مستوى كل قطاع. الاستراتيجية هي خطة الدولة ضد الفساد، ودليلك أنت لتشوف إذا عم تطبق هيدي الخطة. عمول حسابك لازم تعرف حتى تحاسب.